الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ثم من اقتفى. أما بعد عباد الله، إن أشكال وأنواع عقوق الوالدين الأولاد عديدة، وأقف على ظاهرة يشكو منها الأولاد كثيرا، وفي الآونة الأخيرة كثير من الاتصالات بهذا الشأن، وهو عدم العدل بين الأولاد وتمييز أولاد بعضهم على بعض وعدم تسوية بيناتهم. بالقريب تصل بي واحد الشاب على أن الأم ديالو أعطات خوته وما أعطاتوش هو، أعطاتهم أراضي وهو منعاته. لماذا؟ قال لك لأنني أنا كبرت عند خالتي، هما أعطوني في الصغر لخالتي فهي اللي كبرتني، فما عندهاش الأم الحنان جهته، لكن أنت اللي أعطيتيه، واش هذاك ماشي ولدك؟ آخر ذكر لي بلسانه بعظمة اللسان، إن كان في اللسان عظم، قال لي الأخ ديالي كتبقى لي أحسن حاجة في البيت. علاش؟ حيث هو اللي خدام، حيث أنا عاطل على العمل، بقي الله كنقلب، والأخ ديالي خليه لفلان، الكلمة كلمة فلان، إلا جا فلان أعطيه قيمة، لا لا دوا فلان كل شيء سكت. علاش؟ حيث هو اللي كيصير، هو اللي كيعطي المادة. وكنوجدوا الكثير، كاين اللي كتب ليه بعشرة، وكاين اللي عطاه الهبة وهب ليه، وهذا كله كيولد البغضاء والشحناء والقطيعة بين الأولاد. حديث في الصحيحين، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، الأب ديالو بشير كان قد أعطاه عطية، أعطاه واحد في بعض الروايات أعطاه واحد العبد عنده غلام أعطاه ليه، ومني قال هذا الزوجة ديالو اللي هي بنت رواحة رضي الله تعالى عنها، مني قالها لي أشوف المرأة الصالحة، قالت لي سير شهد على هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل اللي درتي سير قولوا النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لقد أعطيت للنعمان عطية وأريد أن أشهدك عليها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو نحلت كل أولادك ما نحلت النعمان؟ قال لي واش عطيتي لكاع أولادك داك الشيء اللي عطيتي النعمان؟ قال لا. قال: ألست تريد أن يكونوا في البر سواء؟ أي في برك. قال لي واش بغيتيهم يكونوا كلهم كيبروك أولادك بحال بحال كلهم؟ قال بلى. قال: فلا تشهدني على جوع. وفي رواية: فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: فكن في العطاء لهم سواء. فرد بشير، رد ما أعطى النعمان. شوف، على غلام لأنه أعطاه هذا الولد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اعتبروا هذا جور، ظلم بأن تعطي وتمنع. نعم، لك أن تعطي بعض الأولاد إذا كان مريضا، إذا كان فقيرا والآخرون أغنياء مثلا، لكن أن تعطي وتمنع لا لشيء إلا لهذا، حيث عزيز عليا. والبعض ديال الوالدين كتلقاه علاش؟ حيث هذا عنده الفلوس، أو حيث كيشبه ليه، أو حيث مثلا هذا الوليد هو زوين معاه كيضحك معاه كيسول عليه الاخرين ما كيسولوش. لا، هذاك عمل كيقوم به له اجره، الله يتقبل منه، لكن نعطي لهذا ونمنع هذا؟ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكره البزار في المسند، على انه كان جالس وكان واحد الرجل جالس بجانبه بجانب النبي عليه الصلاه والسلام، فقدم احد اولاده الذكور، احد البنين، جاء عنده واحد الولد من اولاده، فشدوه احتضنوا،
وقبلوا وجلسوا على ركبته. والنبي عليه الصلاة والسلام كيشوف. ثم جاءت بنة من بناته، بنت أنثى، فأمسكها وأجلسها بين يديه، ما قبلهاش وما جلسهاش على الركبة الثانية، جلسها بين رجليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بين أولادك؟ ألا سويت بين أولادك؟ قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يسوون بين أولادهم في القبلات، غير في البوسان ديال الوليدات ديالهم كانوا كيسويو لاباس، هذا يبوس هذا ما يفرقش بيناتهم، وكانوا يسوون في الطعام بينهم، ماشي يعطي لهذا أكثر من هذا، علاش هذا كيصير وهذا يخلي ليه ما يخليش ليه. فكان هذا ديدنهم، التسوية بين الأولاد، لأنك إذا مت كانت الشحناء والضغناء بينهم والقطيعة والعداء. وهذا الشيء راه كثير من الآباء والأمهات كيعيشوا في أولادهم في الحياة ديالهم، باقي كيشوف عوينات أولادهم ما متوالميش بعضياتهم. علاش؟ حيت فرقتوا بيناتهم، حيت أنت ما جعلتيهمش بحال بحال، حيت أنت ما كتعطيش صورة صالحة للوليدات. عيش في المنكر، عيش في الرذيلة، عيش في الوسخ، وبغيتي وليداتك يتقادوا بعضياتهم. ومما أثلج صدري، واحد الشاب جاء عندي في هذا المسجد منذ مدة، إلى كان المسجد يتكلم بها، من هذه المنطقة جاي، جاب لي ورقة قال لي: الوالد مات، وكتب لي جميع الممتلكات دون سائر الإخوة بعشرة. قلت لي: علاش؟ قال لي: حيت أنا في آخر الأيام ديالو بقى عندي في الدار، وزوجتي تهلات فيه وتهليت فيه وحسنت ليه، فمني درت معاه هاد الخطوات هو السيد ميسور، عيط للمحامي وجا عنده وكتب ليه بيع عشرة. ما كيعلمش الدري، قال لي: والله لا أدري، حتى مات الوالد، مني مات عيط ليه وقال لي راه الوالد راه كاتب لك كاع الممتلكات. فقال لي: شنو هو الحكم الشرعي ليها؟ قلت لي: لا يجوز. بعتي وشريتي معاه حقيقة عطيتيه المقابل؟ قال لي: لا، ما عرفش. قال لي كاع. قلت لي: لا يجوز. هذا القول دو كيسول والله يجزيه بخير في المكان. قال لي: والله لا أمزقنها. قال لي: نقطعها ورد كل شيء كيف ما كان. قلت لي: الله يجزيك بخير. فإلا لقيتوا عندكم بحال هاد الأولاد اللي قدو يقادوها من وراء الوفاة ديالكم، واش كل شيء عنده؟ راه هاد الشيء غيسبب القطيعة والشحناء والضغناء والعداوة والحقد بين الأولاد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، كررها ثلاث مرات. اللهم اجعلنا من العادلين، اللهم اجعلنا من المقسطين، اللهم اجعلنا من الذين يؤدون حق العالمين، سواء كانوا أولادا أو إخوانا أو جيرانا أو كيفما كانوا. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم صلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الصحابة الأنصار منهم والمهاجرين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيد بدينك ولدينك أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واحفظه في ولي عهده وقر عينه به وفي سائر أفراد أسرته وشعبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا وحينا وميتنا وكل من له فضل علينا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الإخوة الله يجزيكم بخير قبل ما ننسى يسألكم الدعاء، خاصة بعض منهم في المستشفيات مرضى سواء بهذا المرض أو بغيره من الأمراض، أسأل الله عز وجل رب الناس أن يذهب الباس وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادره سقما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أبدلهم صحة خيرا من صحتهم وعافية أفضل من عافيتهم. اللهم أزل سقمهم وضرهم وأعدهم إلى أهليهم غارمين سالمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.